الحمد لله الوكل طلع كويس، اكيد امي هتفرح. يا رب ما تسمعنيش كلمتين من بتوعها وتقول عليا خايبه. اهو عملت لها صينيه فروش انما ايه زي الفل، وكمان عملت لها ابرام رز معمر. عملت ايه يا اخي الصبري؟ عملت لك يما صينيه فروش انما ايه هتاكلي صوابعك وراها، وكمان عملت لك برام رز بصي هيعجبك. ماشي هشوف. ايه دي شكلك فلحت يا بنت، صينيه الفروش شكلها مستوية وطعمها وريحتها حلو، وكمان البرام شكله كويس، شكلك المرة دي نجحتي. ولسي هدوق واقول لك. هتدوقي يما وهتاكلي صوابعك. ماشي روحي اعملي لابوكي كوباية شاي. حاضر يما. بقول لك ايه، انا خلصت كل حاجة قلتيلي عليها، ممكن اروح اقعد مع اختي هانم شوية واتفرج على التلفزيون؟ لا ابوكي مش هيوافق. ليه يما مش هيوافق؟ ده انا راح عند اختي هانم، هو انا راح عند حد غريب؟ هي اختك هانم يعني ساكنة لحالها؟ هي مش ساكنة في بيت عيلة؟ يقول عليك ايه الناس وانت عامله شبه فرقعلوزه وكل شويه رايحه جايه. هيقولوا ايه يعني واحده وجايه تقعد مع اختها؟ لا ابوكي مش هيوافق. خلاص هروح اقعد مع البت مسعده. اقعد يا بت وبطلي لفلفه. هو انت ايه ما بتقعديش في البيت خالص؟ كل شويه رايحه عند فلانه وعلانه. فين يما اللفلفه دي؟ ما انت مشجياني ليل ونهار. انا قلت لك له خلاص بعد عن وشي. وبعدين بقى في العيله دي انا احسن حاجه اروح اقول لابويا. يا سلام يا ست ام كلثوم، قولي. يا سلام يا عم الرايق انت. سعاد تعال يا بنت اقعدي. اتفضل يا ابوي عملت لك كوبايه شاي انما ايه هتعدل دماغك اكتر ما هي معدوله. حطيها عندك واقعدي. قولي لي عاد الكلام الحلو دي اخرته ايه؟ قولي على طول عايزه ايه. دايما كده يا ابوي فاجسني. امال ايه اللي ربى خير من اللي اشترى؟ بص يا ابوي انا عايزه اروح اقعد مع هانم شويه اتفرج على التلفزيون عنديهم. لا مش هينفع. ليه يا ابوي؟ انا رايحه عند اختي، هو انا رايحه عند حد غريب؟ يا بنتي ما يصحش، اختك قاعده في بيت عيله يعني ما ينفعش. خلاص يا ابوي هروح اقعد مع البنت صاحبتي مسعده. لا مسعده عندها ابوها واخواتها، اما انا بقعد انا وهي لحالنا. برضه يا بنتي ما ينفعش. يا ابوي انا زهقت من قعده البيت، وبعدين بيقولوا ان في تمثيليه جديده نفسي اتفرج عليها. خلاص بقى يا بنتي ما تزنيش، وعندك المسجل اهو اسمع اللي انت عايزاه. خلاص يا ابوي يبقى تشتري لي تلفزيون. ايه تلفزيون؟ لا لا مش هينفع. ايه ده يا ابوي، هو انا كل ما اقول لك على حاجه تقول لي مش هينفع مش هينفع؟ أمان عليك يا ابويا تشتري لي تلفزيون؟ الناس كلها بقى عندها تلفزيون الا احنا. خلاص سيبيني افكر في الموضوع. مفيش وقت يا ابويا عشان تفكر، خلاص رمضان خلاص جاي وانا عايز اتفرج على التمثيليات بتاعه رمضان وعلى بكار، وكمان عايز اتفرج على فوازير الف ليله وليله. وبدل ما اروح عند حد ولا عند اختي ابقى قاعده في بيتنا. وبعدين يا ابوي ده البلد كلها عندهم تلفزيون، ازاي يعني يقولوا ان الحاج محمد ما عندهوش تلفزيون؟ اه يا ملكومه بتعرفي تجيبي مني اللي انت عايزاه. ايه ده يعني هتشتري لي تلفزيون يا ابوي؟ هجيبهولك وامري لله. امان عليك يا ابوي تاخدني معاك عشان انا انقيه. يا بنتي ما كله تلفزيون وخلاص هتنقي ايه يعني؟ لا يا ابوي امان عليك تاخدني معاك، انا عايزه اركب القطر واسافر جني. لا يا بنتي انا بحبش امشي ومعايا حريم خالص، انا هجيب لك التلفزيون وخلاص. خلاص خلاص يا ابوي ما تتعصبش، هروح بقى اعمل لك كوبايه شاي انما ايه معتبره. كوبايه شاي ايه يا مطبول انت؟ ما كوبايه قدامك اهي. ايوه صح من الفرحه يا ابوي نسيت ان انا عملتها لك. هروح اقول لامي وافرحها. يما يما ابويا هيشتري لنا تلفزيون. ايه تلفزيون؟ تلفزيون ايه دي؟ تلفزيون يما زي اللي عند هانم. بعدي هي ناقصه مسخره وقله ادب؟ استني يما انا قلت اكيد الوليه دي مش امي. ايه حاجة اللي انت بتقولي دي؟ تلفزيون ايه اللي انت هتشتريه؟ هجيب للبنت تلفزيون تتفرج عليه بدل ما تروح عند اي حد. لا ما تجيبش تلفزيون ولا زفت على دماغها، ده التلفزيون ده فيه رقص وغنى وحاجات استغفر الله العظيم. لا لا مفيش الكلام دي، التلفزيون ما فيهوش حاجات وحشه ولا حاجه، زي ما فيه الوحش فيه الحلو برضه، فيه قران وفي اغاني محترمه زي ام كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب، وكمان في قنوات تعليميه وفي تمثيليات حلوه بتعلم، يعني في حاجات حلوه برضه. يا حاج احنا مالنا ومال التلفزيون والكلام الفاضي ده؟ خلينا افرح البت وبعدين عشان تقعد في البيت وتعمل لك اللي انت عايزاه. والله وهتعمل لي ازاي وهي قاعده قدام التلفزيون؟ ده لما يجي التلفزيون مش هتتحرك من قدامه ان كان المسجل وخوتاني بيه. خلاص بقى يا حجة انا وعدتها وقلت لها ان انا هجيبهولك قبل رمضان. كمان قبل رمضان؟ ده خلاص رمضان داخل علينا. ماشي يا حجة عشان البنت تتسلى كده وتصلي صيامها بدل ما تفطر. تفطر؟ والله ده انا احطها تحت مني. تفطر ايه هي صغيره يعني؟ خلاص هي كبرت ولازم تصوم زيني. ان شاء الله السنه دي هتصوم كامل. اقعد انت دلحها دلحها كده لحد ما البنت هتخيب. يا ستي خلي البنت تبقى عينيها شبعانه وشايفه ببيت ابوها كل حاجه عشان لما تتجوز تبقى عينيها مليانه. ماشي يا حاج، وكمان عشان انا وانتي نسمع اغاني ام كلثوم ونشوفوها قدامنا صوت وصوره. والله ام كلثوم؟ ها قول كده عاد انا عرفت مين اللي عايز التلفزيون.
لا مش قصدي، قصدي يعني ان احنا على طول بنسمعوها، فكان نفسي يعني اشوفها اللي بتغني دي شكلها ايه. روحي روحي اعملي لي كوبايه شاي. سلامت النظر يا حاج، الشاي قدامك اهو. ايوه صح، ماشي خلاص ماشي، هروح انا احط الغدا. ماشي روحي. هو انت عامله لنا غدا ايه النهارده؟ مش انا اللي عامله، سعاد عملت صينيه فروج، انما ايه شكلها يفتح النفس، وكمان عملت لنا رز معمر. طب كويس، ماشي ماشي هروح انا. يا سلام يا ام كلثوم، يا سلام، اكيد البت سعاد لما تشوفها هتفرح. بنت يا سعاد. ايوه يا بوي. بقول لك ايه يا بنتي، دوري لي كده على السبحه هناك. حاضر يا بوي. واه ايه ده، ده تلفزيون يا بوي. ايوه جبت لك التلفزيون اللي انت عايزاه. ربنا يخليك يا بوي، ان شاء الله يخليك يا بوي. ويخليك يا بنتي. هروح انا بقى اركب الاريال فوق، واول ما الصوره تيجي قولي لي انها جت. حاضر يا بوي. اخيرا بقى عندنا تلفزيون، ان شاء الله يخليك يا بوي. ايه يا بنتي، الصوره جت؟ لا يابا لسه. ايه يا بنتي اللي جت وما جتش؟ الصوره ياما طلعت التلفزيون، ابويا جاب التلفزيون بعد كده. ايوه صح، ابوك جاب تلفزيون، مستعجل قوي. جت يا بنتي؟ لا لسه يا بوي. اهي جت يا بوي، جت. ماشي تمام كده هثبت، لو راحت قولي لي. حاضر يا بوي. شفت يما، ابويا جاب لي تلفزيون، خلاص مش هروح عند حد تاني. ماشي يا شملوله، قدام عشان نحضر الاكل. ايه استني شويه يما لما اتفرج على التلفزيون. من اولها من اولها هتقولي لي تلفزيون وزفت على دماغك، والله هكسره. تكسر ايه يما، ده ابويا لسه جايبه. وبعدين انا قاعده هني عشان الصوره لو راحت اقول لابويا. ماشي يا شملوله، قدامك نص ساعه وتيجي ورايا. ماشي. ما تدوري كده يا بنتي، يمكن تلاقي ام كلثوم بتغني. حاضر يا بوي. اهي اهي يا بوي. واه اخيرا شفتها، دي جميله قوي 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 يا بنتي. يا حاج. ايه عايزه ايه؟ الحاج سرحاني بيسال عليك، قولي له مش موجود. لا انا قلت له ان انت موجود. ماشي. امك دايبومه، اتفرج انت يا بنتي لحد ما اجي. ماشي يا بوي. ايه ده، ايه ده، انت مسخره. مستني فواكه. سعاد بنت يا سعاد. يا لهوي ايه ده، انت يا بنتي مكسوف في الرقبه. ايه يما، تعالي يا بنتي عشان تنضف الزريبه. زريبه ايه دي وقت زرايب دي، عايزه اكمل الفيلم. انت يا بنت. حاضر حاضر جاي. انت يا قرشاهم، مش عماله انادي عليك انا يا بنت. حاضر يما، انا قلت لك جايه بقالك ساعه يا بنت، عماله تقولي جايه جايه جايه. محروق ابو التلفزيون ده، قومي فزي لحتى نكسر على دماغك. حاضر يما، هتفرج على الفيلم بس. الزفت المدعوك ده ما يشتغلش غير لما نخلص شغل البيت كله. وبعدين احنا عايزين نعمل جبنه خضراء عشان رمضان، عشان السحروا بيه، وكمان عايزين نودوا لاختك هاني، ونودوا لها كمان لبن، ونودوا لها سمنه وزبده وبيض عشان خاطر رمضان. حاضر يما، ايه رايك لو نعمل السمنه ونعمل الجبنه الخضراء هنا واحنا قاعدين؟ والله ومن امتى احنا بنعمل حاجه البيت في المنظره؟ قومي في يا بت لحسن، اقلع اللي في رجلي وديكي بيه، ورانا حاجات قد كده وانت قاعده ومريحه. ما تيجي يما تتفرجي معايا على الفيلم، هيعجبك قوي. نقول طور يقول حلبوه، انت بهيمه يا بت، بقول لك ورانا حاجات كتيره، قومي فزي. حاضر يما حاضر، انا مش عارفه اتفرج منك اصلا. اهو جايه معاكي، اطفي المدعوك ده. حاضر. على عيني والله هطفيك، بس اعمل ايه في امي دي، لو ما رحت لهاش ممكن تكسر دماغي. يلا يا بت. حاضر يما جايه. ساعه عشان تطفي التلفزيون؟ فين ساعه دي يما، ده يدوبك دقيقه. هم يلا روحي نضفي الزريبه، وبعدين تعالى عشان نعمل الجبنه الخضراء. حاضر يما. ادينا سمعنا كلامك وجبت الطبليه والحاجات بتاعت الجبنه الخضراء، يا رب محدش يجي. ان شاء الله يما محدش هيجي. ركزي عاد، خلينا نخلصه. حاضر. هو انت يما عامله كل الجبنه الخضراء دي ليه؟ هو احنا هنفطر ونستحر جبنه خضراء؟ لا هي ناصحه عشان نودي لاختك هانم. طب ما اختي هانم عندهم جواميس قد كده، يعني اكيد بيعملوا جبنه خضراء. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، هتحسد البيت. احسدها ايه يما، انا بتكلم على الجواميس. اسكتي يا بت اسكتي خالص. المهم يما هي عندهم جواميس واكيد بيعملوا جبنه خضراء، احنا نوديلها جبنه خضراء ليه؟ ملكي صالح انت، دي عاداتنا وتقاليدنا، انت مالك؟ لازم اشرب بنتي قدام اهل جوزها، وكمان هودي لها سمنه بلدي، وهودي لها زبده، وهودي لها لبن، وهودي لها رايب، وكمان هودي لها ايه، هذبح لها فروشتين ثلاثه كده اخذهم معايا برضه، وبفكر اذبح لها كم جوز حمام. ليه يما، هم مش بياكلوها هناك ولا ايه؟ اخرس يا بنت، قلت لك يا بنت عشان اشرفها قدام اهل جوزها. ماشي، يعني انا لما اتجوز هتجيبي لي كل الحاجات دي؟ لا مش هجيب لك ولا حاجه. ليه يما كده؟ هو انا بنت البطه السوداء ولا ايه؟ هو انت لقياني؟ اسكت يا بنت، انت بتقولي اي كلام وخلاص، ما اكيد هودي لك انت كمان. والله انا كنت فاكره ان انت هتتجوزي في نفس البيت بتاع هانم، بس لحد دلوقتي مش باين حاجه. قصدك ايه يما؟ قصدي يعني ان كانت حماد بنتي بتقول ان احنا عايزين ناخد سعاد لولدي علاء، وبعدين سكتوا خالص.
ما يسكتوا ولا ما يسكتوش، عامل لهم ايه هنا؟ ومين قال لك ان انا عايز اتجوز علاء وبتاع دي؟ لا يا شيخ، هو انت طولي؟ اطول طبعا، واطول احسن منه كمان. هو انا ناقصه ايد ولا رجل؟ ده انا بنت الحاج محمد. ماشي يا شملوله، يلا اشتغلي خلصينا. يا ابن المحروق، والله انا اقول لابوك. قولي له هيعمل لي ايه يعني؟ والله انا اقول لابويا، يقول لابوك ان انت بتفرج علي بومب وانا ماشيه. انت اللي بدات يا سعاد لما كنا بنعمل الزينه وانت قلتي لي امشي. ماشي والله لوريك. بنت يا سعاد، عملت الزبادي؟ ايوه يما عملته. طيب يلا روحي عند ام مسعده وجيبي لنا منها الفول عشان السحور. ماشي، وبقي عدي على اختك هانم وشفيها لو عايزه فول ولا حاجه وبقي جيبيلها معاكي. حاضر يما، بس يعني اكيد جوزي جاب لها فول. اهو عدي عليها واساليها وخلاص، هتخسري ايه يعني؟ خلاص يما هعدي. ويلا خلصي وما تعوجيش، فاهمه؟ عشان تنامي بدري عشان اعرف اصحيكي على السحور. حاضر. بنت يا سعاد، ايه يما؟ قومي يا بنت عشان تتسحري. حاضر يما، جايه وراكي. يلا قومي بسرعه خلصيني. حاضر يما، جايه. فين يما السحور ده؟ انا رحت ما لقيتش حاجه. ما انت لسه هتعمليه، يلا خلصي. يا مري لسه هعمله؟ انا قلت يا اما هصحى اكل لي لقمه وانام بسرعه تاني. ليه يا شيخي؟ هو انت كنت مفكره ان انا عملت لك السحور ولا ايه؟ انا يا دوبك حطيت البيض السلك وطلعت الزبادي، انت عاد تكمل الباقي. باقي ايه يما؟ قصدي كل السحور انا هعمله. هو انت عشان سلكت البيض يبقى انت كده عملت سحور؟ بطل يا بنت كتر حديث وانجزي، ما عندناش وقت. حاضر يا ابوي. عاد انا عايزه انام، الجو ساقع. مال انا ومال السحور، ما كانت هي تعمل وخلاص. امر لله، احضر السحور وخلاص. هذا هو، حضرت لكم السحور، عملت لكم طبق فول. بصوا الطبق الرئيسي بتاع السحور، وحطه لكم في النص اهو منور، وكمان بيض مسلوق وبيض مقلي عشان ابويا بيحبه، وعملته لك بالسمنه البلدي يا ابوي. سمنه بلدي على السحور يا بنتي؟ انت عايزه تموتيني؟ بعد الشر عليك يا ابوي، ده انا حاطه حته صغيره قد كده مش هتحس بيها. وكمان جبت لكم خرطه جبنه خضراء، وقطعت خيار وطماطم، وادي الزبادي، وادي كمان العيش، وعملت لكم الشاي ومليت القله. في حاجه كده ناقصه؟ لا كله تمام. تسلم ايدك يا بنتي، كل سنه وانت طيبه، رمضان كريم عليكي وعليك يا ابويا، ربنا يخليك ليا يا رب. هروح انام انا. لا يا بنتي ما ينفعش، لازم تتسحري. بس انا يما جعانه نوم، مش جعانه سحور خالص. يا بنتي في السحور فيه بركه، ولازم تاكلي معانا عشان بكره تقدري كده ايه تصوم اليوم كله من غير ما تتعبي، وتشربي لك كوبايه شاي عشان ما تصدعيش. حاضر يا ابوي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوق يا ابويا الفول كده وقول لي. تسلم ايدك يا بنتي، طعمه حلو. بالهنا والشفا يا ابوي.